احنا اجتمعنا النهارده يا اخوانا لان انا واخويا الحاج محمد وزوج شقيقتي قررنا بصفتنا اعضاء مجلس اداره المؤسسه اننا نفتتح خط ونشاط جديد للمؤسسه بجانب نشاط التجاره في المواشي واللحوم. الله 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 يا حاج احمد، قوم 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 يا محمد، قوم يا محمد، قوم قوم. كل لحمه ومشاريع من ورايا، انا الكبير هنا وانا اللي هي الكلمه العليا. يا اهلا وسهلا يا حاج، يا خطوه عزيزه. ايه الخطوه عزيزه دي؟ جايلك من بورسعيد انا ولا ضيف انا في المؤسسه يا حاج احمد؟ انت بتصغر لي ليه يا محمد؟ ما تستهدى بالله يا حاج توفيق، مالك داخل علينا كده متزرزر؟ لا لا متزرزر ولا مش متزرزر، واتكلم معايا يا عادل، انا اخوك الكبير، ما تنفيش ليش كتافك يا محمد، انا بقول اهو. طب لو سمحتوا يا جماعه سيبونا دلوقتي لوحدنا بعد اذنكم. ثانية واحدة اقعدوا، انا اللي اقولها، لو سمحتوا يا جماعة سيبونا شوية لوحدنا. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. جرى ايه يا حاج؟ هي بدرية فاعتنا زر من بتوعها ولا ايه؟ جرى يا حاج احمد، بابا اسمها الست بدرية، دي مراتي وتتكلم عليها باحترام، ما تفورش دم يا حاج احمد. لسه بتضرب الفول الحراتي ده برضو يا حاج؟ ولا بطال، واخده مسلوق ومشوي. ليك شوف في حاجه ولا مالكش؟ انا المشاريع دي كلها هلغيها. ايه راي الساده الحاضرين؟ مين ايه؟ الناس كلها خرجت يا حاج توفيق. برضو يرد عليا يا حاج احمد. هدي انت بس اعصابك كده وانا جايب لك حاجه زي الفل اورجانيك. مين وحيد القرن ده؟ ده جوز اختك يا حاج. جوز هو انت جوزت اختي من ورايا يا حاج احمد؟ وانا مت خلاص يا حاج احمد. فول حراتي فول حراتي فول حراتي. ماشي ماشي، من النهارده كل اللي في المؤسسه انا اللي هديره. خلاص يلا وحيد القرن، عايزك في كلمتين. إيه يلا بينا. يلا يا حاج. انت مزعلني يا محمد وبتنفش لي كتافك وبتصغرني. الله الله الله، ايه ده يا حاج؟ ايه هو ما اهداش انا اخوك وربنا كله وابنك يا محمد. خلاص يا حاج هدي نفسك، ما يستاهلش. خلاص يا حاج، انت بتاخد البنيه من غير رد فعل. خلاص واثق في نفسك قوي، بديله بالبوكس وبيزل دماغ. ماشي مؤاخذة يا حاج، كانت هتيجي فيك وانت اخويا الكبير. الكبير ايه يا حاج؟ انت نسيت ولا ايه؟ انت الكبير. هو انا الكبير؟ ايوه. يبقى هضربك يا حاج. مش كده يا حاج، هضربكوا كلكم. يا حاج مش كده، انت بتصغرني ليه يا محمد؟ يا محمد ما ده بيفور لي. معلش دور على طاقيتك بقى. خلاص يا حاج اخوك الصغير، معلش. اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج. ايه دي عربيتك؟ اه يا حاج. هو انت بتسرقنا في الشغل ولا ايه؟ اعوذ بالله يا حاج، انا عمري عملت كده. امال جبت الفلوس دي منين؟ ايه ده، دي عربيتك؟ كله من خيرك يا حاج. اه ايه، اضحك عليا اضحك عليا. اتفضل يا حاج اتفضل. ماشي 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 ماشي، بكره نعرف كل حاجه. بالسلامه بقى. بالسلامه انت. سلام. بركة حلت على العربية والله يا حاج. حلوة حلوة السقف ده. هو انت مرتشي ولا ماشي بما يرضي الله؟ أعوذ بالله يا حاج، ده لحم اكتفي من خيرك يا حاج. ألف مبروك. بقول لك معكش فولتين حراتي عشان الطريق. يا حاج أنت كده تقلت قوي يا حاج، ما أنت لسه واخد جوه يا حاج. أعمل إيه؟ طب خلاص ما يطارت، ما أنتوا عصبتوني في الاجتماع. بس أنا معايا حاجة تانية يا حاج، معرفش تنفعك ولا لأ. ما معاك إيه؟ شوية حشيش كده، حشائش. لا 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 لا، ده بيتعبني. التاني فيه مدغ، أنت مش فاهمك أنت في الفول الحراتي. بقول لك ايه، وانت ايه؟ انا جوز اختك يا حاج. صح، كنت شحات ومش لاقي تاكل ونضفناك ودخلناك العيله،
فاكر ولا لا؟ انا مش جاحد وعمري ما انسى حاجه. دي فيها كاكالاكس. اه يا حاج اهو، ما انت دوست عليه خلاص. دي فيها كاكالاكس. اه كاكالاكس اهو. انت شكلك بتسرقنا عربيه بكالاكس. بس رايك ايه يا حاج؟ اعوذ بالله. ما علينا، انا عايزك في حاجتين مهمين وفتح مخك معايا. امر يا حاج. اول حاجه تقول لي منين بتستورد الفول الحراتي الاورجانيك. لا يا حاج، من غير ما نستورده، احنا نزرعه في ارضنا وحط في بطنك بطيخه صيفي ويطلع اورجانيك. ويطلع اورجانيك وزي الفول كمان. طب الحاجه الثانيه دي فيها كالاكس. اه براحتك يا حاج، اهو كالاكس. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه يا حاج؟ انا عمري عملت كده يا حاج. ايه العربيه اللي بكالاكس دي؟ ايه دي؟ طب ركز في اللي انا هقوله لك. معلش انا عارف انها غريبه شويه. في خبر لو طلع بره هدبحك. انا بقالي 27 سنه بكتب دراسه جدوى لمشروع هينقل شركات نادي نقله نوعيه. امر يا حاج. يعني ايه نقله نوعيه يا حاج؟ ما انت جاهل واحنا دخلناك عيلتنا. نقله نوعيه لشركاتنا، وكتبت كل دراسة الجدوى ومفيش مخلوق أراها. امسك، شاف علبة كبريت دي؟ دي علبة كبريت يا حاج. هتفتحها تشيل العيدان ترميها، هتلاقي مكتوب جوه كل تفاصيل المشروع في العلبة دي. في العلبة دي. وماله؟ اوعى اوعى تضيع منك ولا تولع عود تحرق المشروع. لا ما تخافش، في الحفظ والصون يا حاج. دي فيها كالاكس. اه فيها كالاكس، ما انت دوست عليه 100 مرة. هو انت مرتشي ولا بتسرقنا ولا ايه؟ لا مش مرتشي يا حاج. ما انت جايب عربية بكالاكس يا حاج. ما هو كله من خيرك. طب ما معاكش فولية كده ولا كده؟ يا حاج انت خدت كتير قوي النهاردة، كده مش هينفع. طب شوف لي حبة ترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. انت بتاكل على الله، انت رخم قوي وقاعد في عربيتي ليه؟ من غير ما تقول يا حاج، انا كنت ماشي من غير ما تقول. يلا يا تخين الحرامي. يا تخين افشله. سلام يا حاج. يا تخين افشله. يا تخين افشله اللي جوزناك اختي في 60 داهيه. علبة الكبريت فين؟ علبة الكبريت فين؟ خدها الواد التخين ومشي وسابني. هولع بايه؟ وانا اديتها له ليه؟ دي فيها كالاكس. وانت مرتشي ولا بتسرقنا في الشركه؟ جايب عربيه بكالاكس كله هيتعب. يا ترى ايه المفاجأة اللي هتقدموها في مشروعكم الجديد؟ في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على 3 خطوات. بدريان على الهواء على قناة السنابل الزراعية، عشان تبقى تقول انا ما بعملش حاجة. دي قولي بقى لحبايبك وجيرانك وكل الناس. انا هقدم لكم، هنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا، مشروع هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معكش فولايتين يا حاج؟ ما يصحش قدام الناس يا حاج. تعبان. فول حراتي. حلوة. فول حراتي. كده اوفر دوز. اتعب يا حاج، اتعب. شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله، ان كل واحد يسلم ملابسه الداخلية ياخد جلبية. فقولوا لكل معارفكم يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كام من. اتفضل يا حاج. اتفضلوا يا فندم. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبوله بتاعت القهوه، واخويا هياخد منكم البول، هياخد منكم الملابس من القهوه. اتفضلوا. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. يا مرديان يا عيله الخير، اجدع ناس وكرامكم خير. متشكرين ان شاء الله. لو في وقت برنامجي التقي بيكم تاني. بس اتابع دريه. ومن الجدير بالذكر أن هناك قضية نصب دولية، وصدر قرار بالقبض على الأخوين أحمد وتوفيق المرديان بسبب تورطهما في قضية سرقة الملابس الداخلية لعدد كبير من المواطنين، ولم يتم تسليم الجلاليب في الموعد المحدد لها. أما الضحايا فقد قاموا بتقديم بلاغات لاسترداد توفيق. سيب اللي انت بتحببه ده وتعالى بص شوف مكتوب فيه ايه في الجرائد. ها
أنا مش فايق لك يا بدرية. بتعمل إيه يا توفيق؟ بتعمل إيه؟ بعمل إيه؟ بدور على فول حراج. انبسطتي؟ نار السود ومنيل يا أخي، حرام عليك. هو أنت هي راجل جبلة؟ أنت جبلة؟ أنت جبلة؟ يا توفيق، توفيق ناس عايزة فلوسها، يا تديهم فلوسهم يا تديهم هدومهم. كله راح يا بدرية، كله راح يا بدرية. فلوسنا كلها راحت فين؟ راحت في ده يا بدرية، راحت هنا. يعني احنا معناش فلوس خالص؟ لا، ما دي فلوس يا بدرية، بس دوري على حاجة مليان. مفيش يا بدرية. إلهي يا راجل، تخسر ما تربح. إلهي ما تلاقيش ولا حباية فول واحدة. يا رب وريني في يوم. إلهي يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفاية يا رب يحوجه زي ما حوجني. كفاية ولا إلهي ولا حباية فول. هاري سويت، هاي ملكة توفيق حبطت ولا إيه؟ مش عارف دي مصيبة، دي مصيبة ولا إيه؟ سامعني؟ اترست؟ اخرستت؟ طب أعمل لك إيه؟ الحكايه كلها والبيزنس كله في الاخشاب يا ابني. سيبك من الكلام الفاضي اللي بيعملوه في الناس، دي الفلوس زايله. المراكب بتتعمل من ايه؟ من الاخشاب. السقوفه دي بتتسقف بايه؟ بالاخشاب. الابلكاشه دي تنتمي لايه؟ للاخشاب. يلا بقى ننزل المغلق وربنا يبارك لنا. يلا كلمه السر يابا. صدق ابوك باين عليه كبر يا ميشو. معلش افتح يا باب، احنا الاحباب وتجارتنا هي الاخشاب. لا لا يا عم، يا الله تعال. مين حبيب بابا؟ ميشو. مين روح بابا؟ ميشو. ربنا يباركلك يا ميشو. نور يا معلم. عامل ايه يا ياض؟ بقوله تمام. شد حيلك، طبخها وطبخها كويس، ناشف ايدك وما تبلش تاني. عامل ايه يا هارنوش؟ خدامينك يا معلم. يا ريت تكون العلامه اللي في وشك دي بقت درس وبطل الدعي القديم. انا خدامك يا معلم، ما اقدرش. انا عارف، ما انا عارف. وريني. ايه دي ياض؟ ها؟ دي استباحتي يا معلم. استباحتك؟ بتستبح بكل دي؟ ما شاء الله، هعديها لك. الفرش عامل معاك كام قطه؟ 25 يا معلم. 25 بالظبط؟ 100 100. انا اهم حاجه عندي الميزان والدقه في الميزان. يا رجاله لازم تفهموا ان سمعتنا هي سر استمراريتنا. بس المره الجايه عايزه 28، عايزين نكسب. ها؟ اوامرك يا معلم. يا ابويا، انا كل يوم اتعلم منك حاجه جديده. واحد غيرك كان يقول لهم عايز في الفرشه 30 40 قطه. لا انا عايز افهمك حاجه، الحنيه في الشغل تطول العمر وتكسب، القسوه تجيبنا ورا. مين اللي سبب الصبه دي؟ انت يا معلم. تسلم الايادي، تسلم الايادي، نقصها 10 سنتي. فهمت يا حبيبي؟ فهمت يابا. والاهم من ده ومن ده، عايز اقول لك نصيحه. افهمني بقى، ابوس ايدك، ابوس ايدك، خليني افرح بيك. ها؟ خليني افرح ايه؟ ياض عايز ادب ايدي توجعني. ايه الرهرطه دي؟ انشف بقى ياض، عايزك عود خرزان. اسمع نصيحه تاخدها من ابوك محدش تاني هيقولها لك طول حياتك. اوعى تامن لحد مهما كان. زي مين يا حاج؟ زي صرصر ابن خالتك وحبيبك. افتح اتفضل. صرصر؟ ايوه. انزل يا ياض، انزل يا خاين يا كلب. اقفل. صرصر فهد دي مرشد للحكومه وبيرشد على مين؟ على المعلم ابراهيم العقاد. شفت النسيبه؟ شفت الوكسه اللي احنا فيها؟ بترشد على مين؟ على رباك وجوز اخوات اخي. يعني ايه يا يابا ده؟ حنام. حنام ايه؟ انت فاهم حاجه قبل حنام؟ فاهم ايه يابا؟ وكان ايه لازمته الشريط اللاصي؟ حرمت عليك عيشتك يا خاين العيش المال. قول لي يا عم وقسع. خلاص، انا عشان خاطر امك وامه والله كنت ناوي شويه على النار، بس خلاص سماح، انا مش هقتله. اصيل يابا، بس هذبحه. ايه رايك؟ بصراحه يستاهل. وي 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 حنام. طب ما تقول حنام لوحدها، اللي قبله كله ملوش لازمه، محدش فاهمه.
انت قاعده زفت. امرك يا معلمي. يلا خد الحته دي قطعها وشفيها وعبيها في اكياس وبعتها لي على البيت. امرك يا معلم. على انهي بيت؟ البيت الكبير. يلا 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 يا خاين. اكتر حاجه اكرهها الخيانه. اكتر حاجه. الله ينور يا كباس. اضغط اضغط، ما عندناش وقت، العربيات جايه بعد الساعه. ياض عايز امسك عظم. الله يخرب بيتك. اسمع كلام ابوك، انت ياض اللي هتشيل كل حاجه من بعدي، والحاجه دي محزناني قوي. ياض اجمد بقى واسترجل. اهو يابا تلات حاجات ما تقربش منهم في حياتك. تلات ايه؟ حاجات. اول حاجه ظابط المباحث. ظابط ايه؟ المباحث. تاني حاجه المرشد، لان المرشد بيقول لظابط المباحث. تالت حاجه البيتزا. البيتزا هي اللي عامله الرهرطه والبلاوي اللي انا شايفها. خلاص يابا فهمت؟ فهمت. ربنا يبارك لي فيك يا ابا، ربنا يبارك لي فيك يابا. انا كلامك ده حاطه ستيتس على الفيسبوك. حاطه ايه؟ ستيتس على الفيسبوك. جد. وكل ما افتح اللاب اقراه. حطيتني واد على الفيسبوك والستيتس؟ امال يابا حطيت امك ولا لا؟ عشان بتزعل وتجيب. طبعا يابا. حط عمتك عنايات بالمره، ودي حاجه تفوتني. ربنا يبارك لي فيك يا ابني وفي الستيتس بتاعك. كبرت ياض. ياض كبرت. تعالى في حضني يا ابن عمري. ياض مش عارف اقفل ايدي عليك. الله يخرب بيتك. كله من خيرك يا حاج. خير ايه؟ 600 كيلو وتقول لي خيري؟ ده انتوا خلصتوا خيري. يخرب بيوتكم. يلا رجاله شدوا حيلكم. يابا مش هتجيب لي الفيسبه اللي نفسي فيها؟ فيسبه؟ فانا بقالي ساعه عمال اديك نصايح ودخلتك المعمل الخاص بتاع الرجاله وتقول لي فيسبه؟ الله يخرب بيت. اطلع عاد من هنا. خلاص يا ما تدخلش معايا المخزن. خلاص يا فيسبه يا ابن الهايفه ده. ما تشتغل يا ورده. بنت يا ورده. ايوه ايوه يا حاج. ايوه يا حاج امرني. سخني لي الكارع اللي فايض من العشاء. عينيا. قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه؟ ورقة طلاق. حلو قوي الجو ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقة اعترفوا بإمكانياتي. كلهم بيخدعوك يا وردة. بقولك البضاعة وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك وطي صوتك. بقولك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنة في السوق، سمعتي زي الجنيه الدهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا. بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورقه طلاق. يا سليحه. يا اخوان اسمها المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي حبيبي. يا بابي عايز ايه؟ واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجأة كأنك رمية، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الولد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي واقف بره ده؟ نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي. حاج ايه؟ حاج ايه؟ انا مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك. انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلم انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج. يلا اهلا وسهلا. اهلا ما تخشنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوه عزيزه. هو ده الاخ اللي قلت له؟ اهلا. يبقى مات. هو ده مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا.
اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد او قرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني لحمه. قطعي اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده. ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج حاج على الشاب. بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. أرجو إني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا أخي ما قلنا لك في أي وقت. أهلاً وسهلاً بيتك خطوة عزيزة. كلمني عنك وعن أسرتك. إحنا عيلة لها باع كبير قوي في الداخلية. لها إيه؟ باع كبير قوي في الداخلية. أهلاً وسهلاً. والدي يبقى مساعد أول وزير الداخلية. زهرات يا وردة. وعمي يبقى مدير أمن جيزاء. صوت يا وردة. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق ايه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمها لي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الضابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو ان ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا. ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش. سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الضابط. امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. انت هتقول لي قصيدة شعر. من هي عيلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي. نداء الواجب. خير يا حضرة الضابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الضابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدكليل. معلش معلش أصلها رقيقة أوي بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة. هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي دول كتير أوي. زي البق في البطانية. بس بشرفي انا ايهم بقى ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل. ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي ساعه الباشا ورده. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله. تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. انت مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له. انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني. عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبل يا بنت. بحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمه امك ما انت متجوزاها. بص بقى يابا هتوافق على مدحت خير وبركه مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزعق. لا تعالي بقى افهمك الصح. ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي كانت وصولات امانه وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها. اوعي تعكسي السرير تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورده؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟
يعني ما دخلتش السجن في المخدرات اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغوروا في داهيه هما الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا اكل معاك كوارع؟ طبعا اقعد. انا مش تعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي. يا نهار اسود. ضابط شرطه. يا افضل بتتعلم الواحد مبقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف جهازه ليه. بس هنعرف هنعرف. بقول لك ايه يا عم الاسطى؟ ايوه معلم. الف مبروك يا سيدي. انا بتاع مين المحل ده؟ المعلمه ورده والشماعه اللي معاها. معلمة وردة؟ وفي معلمة اسمها وردة من غير ما نعرف. وردة مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة دي؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. يبان عليه شماعة معتبرة. يبان عليه شماعة وابوه شماعة وعيلته شماعات. حلو. البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ منتخة فوق شوية. خليها منتخة مش شاكلين أصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. هاخد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. معلمة وردة والشماعة. أما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال ملهاش رجالة تربيها. دستور. الله. ده الكلام صحيح بقى. أنا قلت الواد الصنايعي بيخرف. وقلت هطلع على وردة كده ولا وردة كده. ده طلعت البنت وردة الخدامة اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفرة بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبلية وستاير وقيمة. الله 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 الله. جرى ايه يا وردة؟ منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده يا عقاد؟ قلتيها يا وردة؟ انا المعلم ابراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا وردة. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمة. والنبي طبعا. ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومة دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجابلك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. ما فيش بلاش. لازم اعرف جابلك ايه يا وردة. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. ياد اللي جابك البيت النجس ده؟ اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبه ديت واجيلك. يلا تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ بيته؟ لو انت مشمش. انت ميشو البقف ابن البقف. انت ميشو الشماعه الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوه بظباط المباحث ولا المرشدين. دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت يا ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان ورده احسن واحده بتعمل بيتزا في المنطقه. بيتزا؟ طول عمرك عجل في كرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت بفلوس النقطع اللي قاعد قدامك. وطبعا اكيد حطيتها على الاستاتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عينات عليه. لا ما تقلقش خليته شالني من عليه. اصلي لقيته بيئه ولامم. خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كل. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب. كسرتني اختك كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى لما اجبسك. هيك هيك هيك. اخوك بيهكر. هيك ايه؟ هوبا.
ميشا للرعاشة ميشا. ما بتفقر ليه كده؟ قاليشا للرعاشة ميشا. أبوك ما عبيك ميشا. وإيه اللي عبطك؟ يا ابني هديت أبوك ميشا إبراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا. راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا. راحت عليك. إيه؟ مسك الشنب ميشا. ايه انا مش عارف الراجل ده جاب لي السيشوار ده منين الاهيه يا ابني. قلتلك تعالى نحيالي. نجم ماجد المصري وصل. هلو يا صبري. هلو يا نجم. غدا عبد الرازق جت؟ المدام بقى 8 ساعات هنا استاذ وجاهزه. خليها تستنى، انا لسه عندي مجموعه 50 ضغط عشان عندي مشهد صعب قوي يا صبري. ايه علاقه الضغط بالتمثيل يا استاذ؟ ازاي يا صبري انت تافه ولا ايه؟ انا كماجد المصري معود جمهوري ان امثل بكل عضله في جسمي وكل شعرايه في دماغي. طبعا الموهبه دي بتاعت ربنا، بس النجم يا صبري لازم يبقى عنده ادواته. ايوه ايه ادوات النجم يعني يا استاذ؟ يعني مثلا سشوار بتاعه، سان اويل بتاعه طبعا، كرنيش جيم. بعدين بتكلم معاك ليه؟ انت تافه وانا نجم. انا نجم يا ابني. معلش. شوف شغلك. اتفضل يا استاذ. السشوار جاهز؟ جاهز يا استاذ. شغلوه. خير يا شباب. مساء النور يا فنان. يوم جميل ان شاء الله. غدا عبد الرازق جت؟ سوري ضد حبيبتي مش واخد بالي، معلش كنت مدياني ظهرك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه تاخرتي ليه؟ تاخرت، حصلت لي كارثه. ايه اللي حصل؟ مصيبه، السشوار بتاعي فرقع في البيت. سشوار ده؟ اه والله فرقع. انت عارفه بقى ده مارك هجيبه منين؟ اضطريت اجيب واحد محمول صغير امشي بيه الحال لحد. انت عارفه شعري بالنسبه لي ايه؟ تمام معلش حبيبتي. يلا استنى بقى يا جماعه. حاضر يا بيه. حد ثانيه واحده بيه. غدا شوفي شعرك تحفة. تحفة؟ يا وجد كل الوطن العربي بيتكلم على شعرك. الحمد لله الحمد لله. انت عارفة ده بدعوات الناس المعجبين. بمشي في الشارع يا دود ده الناس بتقول يا ماجد يا ماجد ربنا يعلي سعرك ويفرح البركة في فروة شعرك. شوف كلاكيت خش كلاك. حاضر يا فندم. يلا تعالى 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 تعالى. يلا اتفضلوا. يلا يا استاذ ماجد. استاذ ماجد ركز لو سمحت. حاضر يا فندم. يلا يا استاذ ماجد. حاضر يا بيه. حاضر. ما هو شعري انا بظبطه مش عشان اروح بيه، عشان امثل في المسلسل بتاع حضرتك. لو سمحت اديني وقت. يلا يا فندم. يلا خش كلاك. اتفضل قول. يلا ستاند باي. يا استاذ يا استاذ اثبت يا استاذ. حاضر. يا استاذ اثبت. حاضر يا استاذ. فندم. ماجد ما انا بظبط شعري للشغل يا استاذ. استاذ ماجد ستاند باي. ستاند باي. خش كلاك. اتفضل قول. يا استاذ ماجد لو سمحت. ايوه يا بيه ايوه بيه. ما انا لازم اظبط شعري. حضرتك مش متخيل الموضوع بالنسبه لي عامل ازاي. انا نازل في المسلسل ده بشعري من الاخر، مع احترامي للمؤلف والدور سوري يعني، وقايل لكل اصحابي على الفيسبوك بصوا على شعري. فاديني اديني وقتي لو تكرمت. خش كلاك. يلا تيرن اوفر. قول. 3-1-1 يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. لا يا بيه مش معقول. ربنا حلاوه يا بيه، يعني اخش فيه منكوش الدين؟ وبعدين سوري شوفونا المنطق فين. انا في عقد، شرط في العقد بيديني الحريه المطلقه للتعامل مع شعري. انا اسف يعني احرجتوني جدا. خش كلاك. اهو اهو. سوري يا غاده وطروني انا اسف. يلا اتفضل يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد. يا بيه حاضر. ما انا بجهز. حاضر يا بيه. لا لا طب ما عماله تلعب في شعرها ما حدش كلمها. استغفر الله العظيم. استنى يا استاذ دقيقه واحده. غاده الورقه. انا جاهز يا فندم. يلا اتفضل خش كلاك. دور. يا استاذ ماجد. يا استاذ كتير كده. اتفضلي. دور. 3-1-1 ايه اول مره؟ يلا اكشن. اكشن. اتفضلي اوريك المفاجاه اللي احنا اتفقنا عليها. تعالي اوريك المفاجاه الفظيعه اللي بره. تقدري تتخيلي كام لمبه في المكان؟
حوالي 37,000 في جنيه وربع. تقدري تعرفي انا بحبك قد ايه؟ كل ده عشاني؟ طبعا كله عشانك، الشمع واللومد وصاحب الشمع واللومد. انا تكفيني لمبتين وخلاص. مبسوطه قوي؟ الجزمه دي مضايقاني قوي، ده عاج اصلي خلي بالك. مش ودي فيها بوش هتتزبط. ايوه كده الواحد يفرفش في بلته. فاكره اول اغنيه سمعناها مع بعض؟ كانت تقريبا يا طالع النخله هات لي معاك بلحه. اكيد مش هي دي. سوري كانت موال سجان الغرام لعبده الاسكندراني. انت ما تنساش حاجه ابدا؟ ما اقدرش انسى، ما اقدرش. حط ايدك على سرتي. ايوه على السر، انزلي تحت. على السر بالظبط. ايوه اضغطي اضغطي يا بت اضغطي. ايه رايك؟ وديك عرفت كلمة السر، عايزة فاير ووركس سرتي على طول، تلاقي كل حاجة تحت أمرك. كل ده عشاني؟ مبسوطة؟ أوي أوي. الموال. عشان انا بحب الست اللي خشبها عريض. الله يحميكي. مش عارفه اوصفك بايه، طاووس، فرس، انتي جمل، انتي يا حبيبتي جمل. وعشان كده عايزك تجري رهوان ورايا على كوبري الجامع، ما تتعبنيش. ايه ريحه الشياطي؟ ايه ده القرف ده؟ ايه ده انت بتولعي يا غاده؟ غاده بتولع يا جماعه. الحق انا حاجه شعري شعري اشد منها براحي شعري بس شعري. خلاص انت سايبني وبدلك شعرك؟ خلاص الحمد لله. كان لازم كل الشمع ده كنت هتولع فينا. معلش انا اسف بس لازم احافظ على شعري. صدقني كنت ناوي اطلع السشوار بتاعي طفيكي بس البطاريه ضعيفه والله. سشوار؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا سشوار؟ لا غاده مفيش هزار. الا سشوار الا سشوار يا غاده الا سشوار الا سشوار. حرام عليكي كسرتيه. يا جماعة أنا ماجد المصري، أنا بسجلها على الهواء قدام جمهوري إن أنا اعتزلت التمثيل، إني ما أقدرش أكمل مسيرتي الفنية من غير السشوار بتاعك. مشاهدينا، سمعنا في كل الأوساط الفنية إن الفنان ماجد المصري عايز يعتزل الفن، وأكيد خبر زي ده ما كانش ينفع إن إحنا نعديه من غير ما نيجي نتأكد منه مخصوص. دلوقتي إحنا قدام كرفان الفنان الكبير ماجد المصري عشان نعرف منه حقيقة الخبر. استاذ ماجد، سوري ايه يا توني؟ بتعمل ايه بيروت يا توني لحد دلوقتي؟ استاذ ماجد لحظه من فضلك. توني فين الكريمات بتاعت شعري؟ انا شعري بينهار يا توني، انت فاهم يعني ايه شعري بينهار؟ استاذ ماجد محتاجين حضرتك في كلمتين وانا بقى في تليفون اهم من الدنيا كلها. انت بقول لك ماليش دعوه، مراتك بتموت، انا شعري اهم من الدنيا كلها. بكره اكون عندي بالكريمات. باي باي. مساء الخير استاذ ماجد. احنا يعني سمعنا وكل جمهورك زعلان جدا من الخبر اللي سمعناه ان انت بتفكر في الاعتزال او فعلا اعتزلت الفن. الخبر ده حقيقي؟ هو فعلا انا قلت كده، بس ده كان لحظه انفعاليه لان اختلفت انا والمخرج اللي مهتم بكل شيء الا شعري وتدخلات وبيدي اوردرات غلط للراجل بتاع السشوار. شعري كان هيتحرق فكان لازم اقول انا هعتزل، بس طبعا مستحيل اعتزل لان انا يعني الفنان ملوش غير الفن. يعني انا بطمن جمهوري انا راجع، واللي مستنيني ان انا اعتزل انا بطمنه انا مش هعتزل وشعري مش هيجرى له حاجه. طب يعني هل الاعتزال ليه علاقه بشعرك بالسشو؟ انا يعني لا انا قلت كلام كتير انا مش قادره افهم. هو كان في سوء تفاهم زي ما بقول لحضرتك، انه انا يعني احب ما اشتغل مع مخرج يهتم بشعري يمكن اكتر مني. لعلم حضرتك انا الفنان الوحيد اللي باخد اجرين، مش اجر واحد، باخد اجر ليا واجر لشعري، فلازم ده يتقدر. والاجر ده متساوي ولا شعرك بياخد اكتر؟ لا شعري بياخد اكتر انا يعني، وده شيء يسعدني. هو شعري حد غريب؟ ما هو شعري فعادي يعني، ما كله جاي لي انا، فاهماني؟ يعني هم لو دفعوا فلوس لشعري هيروحوا يدوه لاحمد السقا؟ هيدوهوني انا صح؟ مش ده شعري فالحمد لله. هل شعرك ده بيبقى سبب في غيره ما بينك وما بين فنانين التانيين؟ لا هو كان انور وجدي بس، ولكن انور وجدي ما كانش بالطول ده،
يعني الأستاذ أنور وجدي ما كانش بالطول ده، وكان في سمعت من بعض الأصدقاء إن كان في بعض كلامه إنه مش مستريح لشعري، بس طبعا ده أستاذنا ما أقدرش أتكلم عليه ولا أرد عليه. طب حضرتك مثلا استخدمت كيراتين ولا ده شعرك الطبيعي؟ يعني بتستخدم لا أنا ممكن يعني هقول لك على حاجة ما قلتهاش لبنت أبدا، أسمح لك تمسكي شعري؟ أمسكه؟ أمسكي لو سمحتي. ده كيراتين؟ أوه. ده كرياتين؟ لا طبعا. قولي للناس ده كرياتين اللي عند مجد المصري؟ لا مش كرياتين خالص. لا لا ده كله طبيعي. طيب هل دلوقتي لو جالك دور ومطلوب منك ان انت تطلع فيه اقرع هل هترفض الدور عشان شعرك؟ والله لو الفلوس كتير ارفض طبعا، تنزف شعري يعني لو عرضوا مبلغ يزبطني سنتين ثلاثه احلقه دلوقتي. قد ايه المبلغ ده؟ 15000 جنيه احلق شعري دلوقتي. 15000 جنيه بحاله؟ والله 15 ونتفاوض كمان. الحياه صعبه قوي يعني، الحياه صعبه قوي، ولذلك انا بطمن جمهوري اللي ممكن يكون قلق ان انا قلت هعتزل. انا مش هعتزل. اعتزل لمين؟ اسيب التمثيل لمين؟ اسيب الدخله على الكاميرا والهله دي على مين؟ اسيب الجست لما بقف قدام اي حد ده على مين؟ في ممثل بيقف بالجست دوت والافيش دوت؟ مستحيل. اسيب الكرفان ده لمين؟ والله العظيم لا تفليني. لا لا بس انا ثانيه واحده، فليني لو سمحت عشان تثبتي للناس كلها. فلي او اي حته في دماغي يا استاذ ماجد. بس ثانيه واحده، امال ايه مش جاي تشطري عليا وتقولي لي حشرات؟ استاذ ماجد حياتك كنت اطول من كده بكتير. امتى؟ اذا انا شفتك قبل كده ايه اللي حصل؟ دي حقيقه، ما انت جاي وعندي ازمه، الراجل ما جابش كريمات. هتشوفوني الاسبوع الجاي اطول مما كنت. انا بطمن الجمهور كده. السيرم هو طبعا، ما انا كل احاسيسي ونموي جاي من فرحتي بشعري. لو متظبط وفي سيرم انا بنمو، لو مطفي يعني ممكن بعد بكره لو جيتي ومفيش سيرم تدوري على ماجد المصري مش هتلاقيه. لا بس استاذ ماجد انا مش عايزه اضايقك، بس انا ما بستخدمش سيرم. فعلا؟ لا خلاص انا جايلي. انا يعني بشكرك وبشكر اهتمامك والقناه بتاعتك ان انتوا اهتميتوا بخبر اعتزالي، بس بعدها وبكررها انا مش هعتزل ولا هتنازل على اي دور بيعرض عليا بشعر اقرع بنص دماغي. وصلي للناس اللي نفسها ان انا اعتزل الرساله دي. احنا بنشكرك جدا يا استاذ ماجد، ويعني ربنا يخلي لك شعر. ميرسي جدا، ميرسي على ذوقك، فرصه سعيده، كل سنه وانتم طيبين. كنت عايزه اتحرك سؤال بس. اتفضل. ما يجيش اي كريم عبال السيرم ما يجي بتاعي؟ شنطتك دوري كده. لا انا طبيعي. ميرسي على ذوقك. باي 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 الجمهور. ممكن عشان خصوصيتك. اتفضل. هذا الفواصل. ها منطقة كله دفع الإتاوة؟ فين أبو أحمد؟ فين أبو رامي؟ ماتي قوم يا كله دفع الإتاوة؟ كده كله تمام يا برنس، مفيش غير حمادة لسه ما دفعش. حمادة ابن مديحة؟ اه. ليه إن شاء الله؟ ماسك عليا فيلا؟ بص على وش كده أهو، شكلي نانسي. وريني كده؟ ليه؟ أمال إيه بقى إن شاء الله؟ ما دفعش ليه؟ ليلة أهله سودا. يلا بينا. يلا يلا يا زعيم. النبي ده اسمه كلام، استحمى انا ازاي في دش بالمنظر ده؟ صغير عليا جدا. ما انا عملاق اعمل ايه؟ انا كان المفروض اعيش في بلد كلها عمالقه عشان ابقى طبيعي. الناس فاكره العملاق ده سعيد، انا مش سعيد. اتفضل الحوض. كل شويه يعني لازم يتقط مستي عشان لا ما يم... وبص بص النبي، بص النبي، بص البشكير، بص في نظري قد ايه؟ بس هو بشكير. انا عملاق اعمل ايه؟ دي حاجه بقت تزهق اهو، كل ما المس حاجه تتكسر. مش معقول العملاقه اللي انا فيها دي. مش هاخد دش، مش يعني انا خايف اكسر الحمام اهو. لازم اوطي، لازم اوطي عشان عملاق. لا حول ولا قوه الا بالله. ازيك يا ام؟ عامله ايه؟ بلا نيله بلا امك بلا زيف. انت مش ناوي تغير لنا العفش الصغير ده اللي مش على مقاسنا؟ ياما العفش مش صغير، العفش طبيعي جدا. انت اللي عينك فيها مشكله. وبصراحه بقى انت مش حاسه تصدقي ان ابنك عملاق. عامل لك ايه؟ 100 مره ياما، 100 مره اقول لك بطلي الزيتون، ضغطك بيعلى. ده مش زيتون، ده بطيخه بطيخه. طب اعمل ايه؟ انا عملاق، انا شايفه زيتون. تصدقي ما تصدقيش عملاق. ولا حماده
ولا حمادة. والنبي يا ابني ما تروح له، ده راجل مفتري. سيبيني يا اما بقى، سيبيني اخلص الحاره من شره. هو مفتري انا عملاق صدقي بقى. حمادة ولا حمادة. والنبي يا ابني ما فيش الا انت يا ابني. مين؟ انا اللي هلفيار. طب ممكن استاذنك يا معلم 10 دقايق اعمل 400 ضغط وانزل لك؟ هتنزل ولا اطلع لك؟ باب البيت ضيق عليك يا معلم. اديهوله. لا 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 يا معلم، تعبش نفسك، انا انزل لك على طول بسرعه. يا حاضر يا معلم. اعمل ايه؟ حبكت معايا يموت النهارده. هو فعلا هيموت هيموت. لا انا هضربه بايدي، انا هضربه بايدي. عملاق ياما عملاق. دخلت ام عاطف. عاطف بيرجع، خلي حد يشد عشان لو فضل مدلدل هيفضل يرجع. مساء الخير يا معلم. ما تثبتنيش يا ما اقدرش يا معلم. ليه توفي؟ سوري؟ ليه توا؟ ليه توا ها؟ ليه توا الإتاوة يا معلم؟ يعني المفروض بالعقد تاخدها من حد بيخش له على الأقل 7 جنيه في الأسبوع، لكن أقسم لك بالله أنا وأمي اللي قاعدة جوه ديت يعني بناكل بكر كلينكس. يعني مصدقني يا معلم صح؟ لا مش مصدقك. طب أعمل إيه؟ كده دي أمور شحاتة. لا لا أعوذ بالله، ليه؟ أنا مش حاتش حاجة، أنا بقول لك ظروف يعني. أنت عارف ياد اللي بيعصى أوامري؟ ها؟ عارف عارف يا معلم. عارف اللي بيعصى أوامري؟ عارف يا معلم. بيحصل له إيه؟ عارف يا معلم. بسمع طول الوقت انت والجماعه دول بتحلقوا له شنبكم. الله، وكمان شنب عيره. بس ايه رايك؟ اكيد حقيقي صح ولا لا؟ حقيقي جدا، حقيقي خالص. ها؟ ولا ايه معلم؟ انت بتتوتر ليه فجاه معلم؟ ولا عشان انا بتحول. معلش بتحول. لا ما تتحولش، ما تتحولش، انا خدامك يا معلم. اخرك معايا ايه؟ مش عارف اللي تأمر انت بيه، انا هعرف انا والاخر. انت مبرق كده يا معلم؟ اعوذ بالله من غضب الله. ايه يا معلم اتكلم، انا قلبي هيقف. ما اشوفش وشك هنا تاني. امشي يا معلم اسيب الحاره. ما اشوفش وشك هنا ايه تاني. انا ليه في ذكريات؟ انصرف عني. حاضر. السلام يا عاطف. امشي حماده. حماده حماده يا ابن انت، اصحى يا حماده، اصحى اصحى يا حماده. يا فرق اسود، اوعى تكون عفريت. ايوه عفريت. عايز مني ايه؟ انا بعون الله نديت الهلف من قوتي، هسحبها منه واديها لك انت عشان انت طيب وابن حلال. استنى استنى، ما تفرطفليش. طيب وابن حلال ايه؟ انت تعال بس تعال، انت اديت الهلف قوتك؟ ده انت يا دوب بتشتغل بحجاره قلم. انت بتتكلم بجد؟ بس جرب جرب. انت جن قديم في الشغلانه ولا لسه جديد؟ لا قديم قديم قوي. طب اتنططني شويه من هنا. جرب يا اختي. جن يا حلو يا اختي. يا اختي لف 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 يا اختي. يا اختي يا اختي يا عسل عسل. انا هعمل اللي انت عايزه عشان حبيتك. عايز نعمل ايه؟ بس اسمعني، حط ايدك في ايدي. حاضر. ومش هفكسك. يلا اتنطط يا اختي. بطل يا فيه. ما نفعتش قطاوة ليه يا؟ بص ياد في وشي كده، انا الهلف يا. يا حارة وزاد الهلف. الهلف امر مطاع. ده الف مين؟ مين؟
بخس عليك، مش فاكرني يا هلف. اللي ما يعرفك يجهلك يا كبير. معلش العتب على النظر، معلش. دقق كده. مين؟ حماده؟ المعلم حماده. طبعا طبعا المعلم حماده. بس انا عايز اسالك سؤال، انت ايه اللي عمل فيك كده وبقيت عملاق ومجانس وحاجات حلوه قوي؟ انا طول عمري عملاق، انتوا بس اللي مش مصدقين، انتوا وامي. احب فيك الاراده يا كبير، احب فيك الاراده، بس انا عايز اعرف يعني انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عايزك، ده انا جاي لك شخصيا انت والصيع اللي معاك. صبياني؟ عامل لك ايه صبياني؟ ده هقطعهم لك، هبهدلهم لك، بس انا اطلب منك طلب صغنن صغنن جدا والله، مش هكتر يعني. نزلني انت بس وشوف انا هعمل لك فيهم ايه. حلوه، نزلني دي. انا هنزلك، انا هنزلك. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. 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 عملاق ولا مش عملاق؟ عملاق. روح قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. روح لهم قول لهم ان انا عملاق. عملاق يامه. عملاق. 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 يا حمادة، يا حمادة. حبيبي حبيبي، وحشتيني. شفت انا بيت عامل ازاي؟ يا اختي غدا، يا اختي غدا، يا اختي جميلة ولا كل الناس، يا اختي جميلة شبه الناس. اللي بقى يا معلم سردينة كله الا كده، مش هقدر مش هقدر. يا ناضج، انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه، وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا؟ تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا نازك السلاح دار اللي اتجوزت اكتر من صباح اتجوزت، وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجه؟ يا اهل كده ولا كده؟ اقعدي كده ولا كده؟ ايه دي سكه السكه دي كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخره دي؟ هي يا اهلا يا اهلا. اتفضلوا حضراتكم. هنا هني ده بينه اهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين. سيبه سيبه، يعني الطربوش واللسه والشغل ده كله مش بيننا، ان انا عمده ولا ايه؟ اسمع يا اله، انا ادخل في اي مكان، احب اقعد في اي حته، انا بمزاجي اقعد فين، فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزه الفوشيه اللي قاعده ده. هي شايف يا اله؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي؟ وشايف هي زي حته الجبنه ازاي؟ لسه لسه، شوف لنا حته نقعد فيها. يلا خلصت. حاضر يا عمده، ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها، فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده، بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته انها بتشاف حد؟ الوليده قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها، انها مجنونه ولا ايه؟ هي قاعده معاها حد؟ ايوه. سيب حول الله يا رب، لا حول الله، ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي. حياتي النبي ما شفته، النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه، انا هخلص معاك، انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتهرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه. هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف، اسمع الكلام. تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم، وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده، اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك هكتب على اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا. يلا يلا. حقك يا عمده. كله الاول كله الاول، هم نفسكم وحب. مع السلامه يا اختي. متشكر. سلام. متشكر. مع السلامه. ايه الناس ده؟ هي اقعد يا ادي امليك، اقعد يا زفت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم، عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل، لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبي. استغفر الله العظيم. تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده، علي صوتك فاهم. الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. ناكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ده كربات. ده كربات انت قاعد عند عميتك. استنى، قاعد في كافيه يفهم ايه؟ انا هطلب لكم، مش هتفهموا حاجه. اسمع، هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت صوص ولا ريد صوص؟ استنى، مع اول مره يجي هنا تاخده وايت صوص ولا ريد صوص؟ ها؟ لا ما فيش، ما هاش، هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص.
وهات لي تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولدي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده؟ هي اللي خدتها انا من يومين. ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك ستروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبي. يا النبي لا شوطه، شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه لا شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطي. نازك نزقت ده هي. يا خرابي. طب وسيادتك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع، ان شاء الله ما تمشي بقى انت ريخ وهيبقى فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظت؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب انت مولود ازاي يا ابني بالكيشن ده؟ مستحملاك في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للاستحضار. جاي للمبه عيله الاستحضار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هتجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. هاو قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان؟ ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدائر دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدرك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمرو. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحده؟ يا خبر اسود، تصدقي؟ تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعة الأوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. أوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه أوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش أوالح مين مولعه؟ وبعدين انت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر؟ ايوه ست الكفر والفدادين والدرع والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارة ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارة انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق ده. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاج. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني وشوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روحي اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلامي، اسمعي كلامي يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطه حلوه يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ وليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزين نيجي عندكم هنا مره تانية ولا لا؟ ليه يا هانم؟ في حد زعل سيادتك ولا حاجه؟ الاستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقوله العمده زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجه؟ بس يا ابني ايه الرغي ده هو؟ حياه النبي حياه العيون ده، قولي لي مره واحده سلامونتي وانا ام البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي. عايزه تدخل دي اسمحي، والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ ادينا قاعد ومش ناوي اجيبها البر. وريني هتعمل ايه بطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن الافندي اللي معاكي مفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. سلام عليكم يا ريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. سلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هيا يا عمدي، سبع ولا ضبع؟ ولي ده سؤال يا ولي، اكيد خلص معاه. خلصت معاه؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ انا غلطان، انا غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا.
يعني الوزة صارت؟ صارت، طارت منين يا ولدان العمدة؟ استنى عليها شوي. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها حلوة قوي، دي بناها تولع يا ولد. يا رب الولادة ايه تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هب انا عايز اسالك سؤال، ما جاش في بالك وانت بتوصف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي هزقتيني وخلتينا نهوه قدام الغفر بتاعني. اوصفيني مثلا باسد، بجمل، بديناصور، اخش ضارب عليكوا نار كده واشرفك. بس معلش تهوني الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحه انت فاجئتيني، اديني شهرين ثلاثه افكر. ايه هو دي اللي انا كنت عاوزه؟ لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبه انفسيب. استرها يا رب، يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. قومي بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيله ايه؟ انت مش عارف ستك نازك، ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي، ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه، ايه سالمان؟ انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟ انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا، سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق، ما انا خايف تخلف بورص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال، انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا، كلهم طلعوا عيال منظورين. اللي عينه معوجه واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه، ابعدوا عني ابوس ايديكم، عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا. غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك. نجيها يا رب. نجيها يا رب. استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه، ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف، قول لي الست جابت ايه؟ مبروك، جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها، نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهرة إن شاء الله؟ إدارة المستشفى هي اللي سمتها. بصلة النبي؟ أيوة، ده أوفر من المستشفى، المولود معاه اسمه مجاناً. أوفر إيه ونيلة إيه؟ أنا الأب وأنا اللي أسمي بنتي يا ناس. دي بنت خالد المستشفى، وقسماً بالله أنا ما أقدرش أغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها؟ خلاص متشكرين يا رب، بنتي اسمها زهرة، نعمة من الله. الحمد لله، وطمنا على صحة البنت، نازلة حلوة كده؟ البنت بسم الله ما شاء الله عليها. بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربنا. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها اثار الحكيم. اثار الحكيم. وبعدين في فتره هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعيه تبقى الهام شاهين. الهام شاهين. ايه دي؟ وانت دكتور ولا عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على انها اثار واحبها واحضنها وفجاه تبقى الهام؟ ايه اللخبطه ده هي؟ اهدى يا عمده اهدى، هتعترض على اراده ربنا. اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجه تانية يا سياده العراف؟ لا يا عمده، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهره اللي هتتحول تبقى الهام. ايه يا ريس؟ احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس، هدفع كل حاجة. حاضر يا ريس. أنا زهقت من العنبر ده، زهقت. ده جايب فيلم إيه إن شاء الله؟ إبراهيم الأبيض. الإصابة إيه؟ كسر وأربع مطاوي. إيه إبراهيم الأبيض وكسر وأربع مطاوي؟ يا سونيا ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمة. ها؟ ولا حنيتي؟ بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده؟ ده الديلر. آه كان فيلم حلو قوي قوي. آه. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه، الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده؟ خضتني. سلامتك اهدى، انا الدكتور انا الدكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق.
ايه؟ بيلق بيلق؟ بقولك ايه؟ مش عايز تهبله الكلام كويس. في ركبة بتلق؟ فين حتة ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق؟ امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه؟ انا مش فاهم. حاسب ايه يا حبيبي؟ احكي لي ايه الموضوع؟ انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا؟ احمد السقا بمنتهى الرشاقه كذب. مش عايز، انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها؟ ما هو كنت طالع بشخصيتين. مصر؟ وبعدين الانتاج اغراني، قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل، انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. هقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي، ما خافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في التالت، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل؟ بطل كذب. دي خلاص، دي خلاص، حتى مفيش. وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في العرفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه بقى. ده انت صدعتني، انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو، يا رانيا. ايه يا فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن تنتلولو طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص وتعزمني على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. باي باي. ايه يا سونيا، انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده ليه؟ خلاص احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع، مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد ايه يا ابراهيم؟ قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي يا ستي، دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما اجيش؟ انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه. بس على فكره، قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي. انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ هو سفينه بقى استاذ يا استاذ نصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني. ايه يا ابني، اللي متكلم باسلوب احسن من كده حضرتك تمين؟ انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غو من وش حاجه تقف. أؤمر حضرتك، انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء. الضوء وتاني. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير ده؟ خير.
ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح صحي انت كمان لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده بيعصبني. انا جاي زياره وهروح متشكر قوي. بقول لك يا هما بيدوهم او ب 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيا حركه ولا انت بتراجي؟ وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع وان انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري هناكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر او ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. مهمية يا رانيا. فوزي انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده مش ما اوريلك في حته تانية امثل ايه يا رانيا؟ انت مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب بيترد عليه. هو يلا بسرعه جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايواكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح؟ والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد السقا. احمد 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 ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتيش بتحبيني لما بقيت شبه احمد السقا؟ خلي بالك من كلامك. ها في احساس هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعمل؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس 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 يلا 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 بينا اعمل ده في البيت. يلا 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 يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زي. طب جاهزين يا بيت اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. يبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملش احسن احسن. ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا بس قوم قوم. حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك ايدك. لا 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 معلش ايدك ما تمدش ايدك على لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا ساقطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا. هينسي الناس مين الساقه بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ ايوه انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره. هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما عطلكوش الدنيا. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده. مش معقوله كده؟ حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ريس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده. اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ريس. ما جاتش؟ لا ما جاتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش. ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه. بس ايه؟ هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا؟ يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ بتهزر؟ و40 جنيه. بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى. انتوا عايزين الرقبه؟ ايوه فوزي. بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. يلا الخطوبه افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه؟ بالظبط. ايوه ايوه عشان انت طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي اوكي. ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مربطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش. احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال.
بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفها زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم وهتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود دول ذبحوها بجد. البوليس ذبحوا خطابتي. خطابتي اتذبحت. اتذبحت. قومي يا هبله قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش. فاكر. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي يا حبيبي. بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها آه. رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 يا استاذ احمد. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. هاي أيام دون سلامة سردينا رئيس المنظمة. وبقولها لكم بكل وضوح وصراحة المنظمة مش هتسقط قصاد ضغوط اليو اس اي ومكسيكو سيتي كلها معايا وبتساندني. صفقات الأسلحة والعمليات الإرهابية هتتنفذ بمواعيدها. وجدول الأعمال هيقرأ عليكم ماي بادي جارد ماي رايت آرم ذراعي اليمين مستر متولي أدريانو جوميز. فليتبطل. مبدئياً بعتذر عن التأخير. إن كنت برجع بره أوفر فسامحوني. وأحب قبل ما أبدأ أي أقول أي كلمة تحية عظيمة لراعي الإرهاب في العالم الرجل الأول في الإرهاب والدم مستر سلامة سردينا. أنا بوجه كلامي لأصدقائي الإرهابيين في كل مكان في العالم. السادة الأفاضل من الشبيحة. السادة الأفاضل الذين يعشقون الدم. الذين لا يعرفون طعم الرحمة. الذين يعشقون القتل والقتلة. بوجه لهم كلامي. أي حد طيب ما يسمعش خطابي النهاردة. كل الأشرار في العالم هم أخواتي وأخوات الرجل الطيب ده. هقول لكم القرارات اللي اتخذتها المنظمة العالمية التهريبيان للإرهاب والسلاح. القرارات كلها في مصلحتكم. وهي كالتالي. أولاً تصدير عدد 2 كونتينر آلي وفرد خرطوش محلي للمافيا العالمية. وكل ده ليجل عشان ما حدش يجي يقول ان احنا برا القانون. كل ده حسب اتفاقيات اتبادل مخدراتي وسلاحي زائد طلبية مطاوي أرن غزال وربع مليون عاشورة للعمرانية ايجيبت. عايز اقول حاجة. احنا هنبعت لحبايبنا في امبابة سلاح فتاك جديد يورونا يعملوا ايه فيه. هيروح لهم سفينة محملة بالعرس العضادة. ايوه العرس العضادة. العرس العضادة. يوروني بقى.
سوري انا ازعجتك. يوروني بقى، يوروني امسكوا العرس ازاي. والخبر الاهم، قررت المنظمه الاسبوع اللي جاي عمليه اغتصاب جماعي لكل معارضين مستر سردينا. انت راجل ابن حلال ما ضربش. سوري ازعجتك كتير. بالمناسبه السعيده دي والاحتفال ده بنجاح الصفقه، اسمحوا لي اني اشكر مسز ماتيلدا سردينا، زوجة العم، رفيقة الدرب، سعد الهنا عليا، اللي عمري ما حنساها، اللي طول ما هي جنبي بحس بالأمن والأمان. أنا سمعت صوت رصاص يا متولي. لا يا راجل، رصاص إيه ده؟ فاضي في الشارع اللي ورانا. متولي سيدي، انا مصر اني سمعت صوت رصاص. رصاص ايه الوهم ده؟ انت لابس قميص ضيق، الزراير ابتدت تفرقع، مش اكتر. اجمد يا معلم. يا متولي انت متاكد؟ طبعا. لا اوعى تعملها، اوعى تعملها وتموت. يا تجراس يا معلمي واستاذي، انت الماي فازر بالنسبه لي، اتعب في الحياه من غيرك. متولي امرني. وصيتي الاخيره ليك انك تفضل طول عمرك مخلص. مخلص ليك الى الابد يا سيدي. حبيبي وداعا يا زوجتي العزيزه. نهار اسود، مات. نعمل ايه؟ تتجوزني يا متولي؟ طبعا اتجوزك حالا. كويس النهار في 60 داهيه. انا كنت بعجب بيكي من زمان، بس ما كنتش عايزه اتخطى البروتوكول بتاع العصابات. وانا سلامه سردينا، البادي جارد بتاعك ده ايه؟ استخدام اطفال؟ ابتدينا نستظرف ونتجاوز الحدود اطفال. اوكي يلا بينا. السادة الصحفيين لو سمحت اقفوا جنب بعض، كل ده ممنوع من النشر، فهضطر اصفيكم. كلنا صبيان المعلم سردينا، وجميله على راسنا من فوق، ربانا وعلمنا الكار، واهم من ده كله علمنا معنى الاخلاص والوفاء. انا عارف ان انتوا كلكم كنتوا بتحبوه، لكن هو بقى في اتنين كان بيحبهم قوي وانا عايز اكافئهم. انت وانت، صح؟ صح يا معلم.
اهم حاجه ايه؟ الاخلاص والوفاء. تعظيم سلام للمعلم في تربته. تجوز متولي جوميز من السيدة مالتي ساردين التي ساعدته واستطاع في وقت قليل أن يصبح من كبار المهربين بنجاح ساحق، وزاع صيته في العالم كله وأصبح على رأس قوائم الإرهابيين الخطرين والمطلوبين. أنت يا غبي يا غبي، قلت لك 100 مرة الرصاص يتحط في التلاجة بدل ما يفرقع في وشنا، إيه الغباوة دي؟ يا ابني ما بت... أنت شكلك غبي يا لهوي. نورة حتة، قوليلي سعيدة معايا أكتر ولا كنت سعيدة مع سردينة؟ معاك أنت أكتر يا حياتي. شكلك منافقة. شايفة الواد رومي؟ أحسن واحد يشتغل عندنا. وفي وفي رومي، هاي هاي حبيبي، قرب ارفع لي إيدك يا رومي. حرامي وخاين ابن خاين. كده يا متولي كده ما تفتكرش تقولي كل سنة وانت طيبة في الفالنتاين. فالنتاين ايه وزفت ايه؟ فالنتاين ايه؟ انا فاضي، ما انت شايفة بهب بايه؟ انتوا مش عايزين تاكلوا عيش ولا ايه؟ انت اتغيرت يا بيبي. يا ستي ما اتغيرتش ولا حاجة، مش عايزين قمص بقى. الله، وانت مش عارفة معزتك عندي ولا ايه ولا ايه؟ انت من بعدك مفيش نسوان، ماتوا خلاص، خلصوا. جربي انت وموتي كده اعتزل النساء. ما تقرفينيش بقى عشان عندي شغل وشغل كتير كمان، والعمل زي ما انت فاهمه واجب لازم الواحد يتقنه عشان ربنا يكرمنا، صح ولا ايه؟ اصبري انت بس شويه كده، ناخد لنا يومين واخدك ونطلع على بلطيم نقضي احلى يومين في احلى عشه. حلوه الحته دي يا مصيبتي. كده تقتلني بعد كل اللي عملته لك يا متولي؟ انت مش حاسه باي حاجه؟ سبحان الله. طب بقول لك ايه، حركي رجلك معايا كده، حركي جربي. لا خلاص فاكس بقى. سان دييغو جين سلامة، وبعد حد ياخد الرجلين. اوديو عامل ايه وازاي الخواجة؟ بقول لك ايه، في رجلين من رجالتي هيقولك دلوقتي هخبطوا عليك بعد الثانية واحدة. من رجالتي القريبين قوي، اقعد معاهم ارغي كلمتين كده واقتلهم. ايوه ابعت لي دماغتهم خونه. يلا باي باي يا اودي. عملت ايه يا واد في الوليه اللي اتقطعت نصين؟ كله تمام يا بص. مية 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 مية. جود مورنينج مستر متولي. جود مورنينج يا حلو. انت مين؟ سونيا ساردينا، بنت ساردينا. انت بنت المعلم ساردينا؟ اوعي تكوني بنت ماتيلدا. لا بنت واحدة تانية؟ ما شاء الله ما شاء الله. تعالي حبيبتي عند عمك، شايف المعلم سيب لنا صبايا حلوين ازاي؟ لف يا حلوة لف لف، حلو قوي. يلا يا ابني شوف شغلك، حضر ورقة عرف. يلا نعمل ايه؟ يلا نجوزها. هنعمل ايه؟ معلمي معلمي. طول عمرك اصيل يا بص. يا ابني لحمنا، هنرمي لحمنا في الشارع؟ دي بنت سيدنا وتجراسنا، انا رمز حياتي الوفاء والاخلاص. يلا سيب لي في ايدك ده وخدها على فوق. يلا عينيا. يلا مع السلامه. الله يرحمك يا معلم سردينا. هعمل ايه؟ لازم اشيل من وراه. يا اوديو قولك الرجاله عملت ايه؟ موتهم ولا اتجننت يا اوديو؟ بتموت رجالتي يا اوديو؟ انت ايه الجرأة اللي انت فيها دي؟ انت هتستهبل؟ طيب خليك مكانك، انا جاي لك يا اوديو، خليك مكانك ولا بقول لك. ايه ده؟ في قطط ولا ايه؟ يا ساتر يا رب.
انت مين؟ انا اخت المعلم سردينة. مين؟ اخت المعلم سردينة. تعال تعال تعال. الله يطلع المعلم سردينة. وما جايب المعلم سردينة. مساء الخير يا حلوة. مساء النور. تغندري تغندري ما شاء الله. انا اول مرة اعرف المعلم سردينة الله يرحمه. دي اختي بالحلاوة دي. لا ده من زمان. وأمريني يلزم خدمة. غلبانة وتعبانة ومش لاقي حتة تقويني. ما تكبر بخاطري. الله يكبر بخاطرنا كلنا. والله يعني انا كان عندي استعداد بس مش للدرجات دي. بصراحة مش للدرجات دي. سنتياجو. ايوة. يا حلال استنى انا هكافئك. تعال سنتياجو. تعال شوف القمر. مين دي؟ ده اخو المعلم سردينة كان بيخبيه عننا. حضر ورقة عرفة يا حبيبي ومبروك عليك. لا. شيل. افرحي افرحي يا عروسة. راح 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 راح. سيدة الأقمار السوداء. لا لا لا. سلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا أمي. يحنن يحنن. روح حتة تانية. لا يا حبيبي أنت مش عارفني ولا إيه؟ شو واخد بالي مين؟ أنا أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا زارتنا البركة. أم المعلم سردينة عمي وتجراسي وأموريني. ربنا يخليك يا ابني. والله أنا بس كنت مزنوقة كده في حاجة يعني. خلاص خلاص. ده الليلة السودة دي. سانتياغو. عيني. ده إيه يا رب الوقعة اللي وقعت فيها دي؟ هات يا ابني عقدين عرفي هتجوز أم المعلم سردينة. يا أهلا وسهلا نورتينا. خدها من خلقتي بقى. دي خاتمة قفلة منيلة بستين نيلة. يا رب ده انا مش عارف انا كده بخونه ولا بوفي. سانتياغو. ايوه. دور لي وشها دور لي وشها. سامحني. واحد هوبا شمال. مين الشطوره بقى اللي هتعرف تعمل الحركه ديت؟ هايل 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 سمبولاغا. طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبية الجواري الجديدة لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وأنا بدربهم بنفسي. موزز بلد؟ أوه موزز موزز. أوه آه موزز. تشكرات سنبولاغا. تشكرات تشكرات سلطان. تشكرات. يلا واحد هوب يمين واحد هوب شمال. يلا واحد فك شوي. يلا 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 يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. ابعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة؟ سيبك بقى من قرار الحرب والقوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ ال 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله انت نسيت نفسك يا سليمان. انا السلطانة الام وانا السلطان المعظم. ممكن اعزلك اقسم بالله. قلعك السولجان والتاج وارميك تنضف الحريم زي زمان. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه. رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى ها اتكلم في اللي بالي بالك. ها التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ ايوة التاج ده مكتوب في المراس بتاعي انا. التاج ده يا سليمان ابوك كاتبهولي في القايمة هو والسجاجين. والله طيب
أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها. شريط الترامادول 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبايات، اتاخد 2. وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبايتين اللي فاضلين، اديكي شايفة جرمع الحريم اللي لسه رايح على الأوضة. الولد اتجنن. إبراهيم باشا! إبراهيم باشا! يا إبراهيم باشا بتدهيل إبراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم إيه؟ أقسم بالله أقلع لكم مالت وأعمل لكم فضيحة وأولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانة، أوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا أنا سبونج بوب وأصفر كموني يا سلطانة، وده لوني على فكرة. إبراهيم باشا هنعمل إيه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما أنام في حاجات لازم أعملها. احنا نلمله ونخلص. انا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وانا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت اعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ادوكوا معانا يا حبايب، يلا يا ابلة ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم. حبيبي يلا يا حبايب، يلا يا ابلة، يلا يا ابلة، يلا يا قمر، ونكمرهم في الكم. ده القمر ده سكر وعسل، حلاوة حلاوة. بعد إذن حريم السلطان يتفضلوا على الأوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقانة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اصحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن اشكها محضر وبهدلها، بس انا بتبع مكارم الاخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. انا مش فاهم بيبصولي ازاي مع اني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسومات وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فاضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده. الحراملك كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي. لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده، هنا في الكوريدور ده كنا بندوس على النسوان. بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسهل بسهل، اعمل ايه عشان افهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى. بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده. ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي. يا أفندم إيه؟ أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستهبلي يا ولية؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر. قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا ولية؟ أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي. والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما احرمك منهم. اتفضلي. بقول لك ايه؟ هاجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم. مش مبسوط. صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت، خد يا بنت، تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديهاله وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟
انا عندي فراغ يا سنبل، مبقاش عندي حاجه غير اني اقعد اتسلى واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا هعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطة وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6 برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك سنبل، ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما قشرنا اناناس فاكره؟ طبعا فاكرة؟ يا مولاي. كنت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتلي امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل. ايوه. شلح الولادي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه. كله مؤامرات، كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القص؟ ارجوك يا مولاي. ما في. انزل يا ابني. اسمع انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات. كشفت لعبتك الوضيعه. امسك فرمان طلع يطلع عليها دلوقتي وتدبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب. خيانه يا النساء، يا النساء. انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، قول لها السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب بتبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولاي. لا 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 اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم، انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولاي. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم؟ لا بس هيام دي بالذات انا قرشه ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا وديت يا فابريكا يا حل. هيام ما تنسيش انها السلطانه الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبترضحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجات دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصه، يا خنفسه، يا قرده، يا منسنسه. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما يغركيش يا اختي عينيا الزرقاء دول ولا شعري الاصفر. انا يا عينيا خالصه ومخلصه ودارسه ومدرسه. بعدين انت واقف معاكوا ترميسه ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لنا مربياكي. تربي مين يا اختي؟ حلوه. تعالي هنا اديها يا امي. ما
اديها اديها بالشمشم. ايوه ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكاته. انت مستغربه ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي أخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي أخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش أصحاب أساسا، يا دوب هو الأغا. ماليش في الرمرمة رمرمة وماليش في الدرمغة، ماليش أصحاب أساسا، يا دوب هو الأغا. من دل دي ما أنا سلطان بقى، خلصتهم منطقة منطقة. طراكي